حسن محمد عبد الوارث، براءة من المصادرة. خالد محمد فرغلي، براءة والمصادرة. مصطفى إبراهيم عبد العزيز، براءة والمصادرة. أحمد عاطف شعراوي، براءة والمصادرة. مصطفى عبد الناصر عبد المالك، براءة والمصادرة. محمد عباس توفيق، براءة والمصادرة. أحمد عيد محمود طه، غيابي براءة والمصادرة. يحيى سيد عبد العليم، براءة والمصادرة. أحمد شحاتة محمد، براءة. سيد جمال زكريا، براءة والمصادرة. عمرو مصطفى علم الدين، براءة والمصادرة. فرج عبد العال سيد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة فرج عبد العال سيد عيسى بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر عن التهمة الأولى، وبالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وتغريمه 10,000 جنيه عن التهمة الثانية، والزمته بالمصروفات الجنائية. وائل فضل محمد بيومي، براءة والمصادرة. عبد الغني عصام وجمال عصام مصطفى، براءة والمصادرة. الحسين أحمد محمد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة الحسين أحمد محمد أحمد بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وتغريم 10,000 جنيه عما أسند إليه والمصادرة والمصاريف.